هذه القلالبة اللي قلت لكم عنها. شوف المنظر، منظر حلو. هاي، السلام عليكم، شلونكم؟ يعطيكم العافية. شكرا ان قاعد تقولون حق علاوي نبي تصور مسك، بس علاوي ما يخليني نذل ايوشن هالنظارة. يعطيكم العافية. لا صحيح، لا خلينا نكمل. يلا تعالوا. يعطيكم العافية يا ربع، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله تمام ومرتاحين. طبعا ايش رايكم بالنظارة هذه لابسها الحين؟ كلها ماشي كلامي. شيك مغلق؟ ليش؟ زين؟ خيل. اسمحوا لي ما نزلت لكم فلوج امس، بس قلت عشان تعرفون راحتكم تشوفون فلوج شهد اللي كانت قاعد تتكلم عن الحمل. ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا بالحلقه، واذا عجبتكم واذا عندكم واحده تبي تحمل او حامل او شيء طرشوا لها الفيديو، خل تشوف، خل تتعلم، يمكن تستفيد، يمكن نكسب اجر يعني كذي. بعلى سوق وطالعين مع الاهل الحين، رايحين مطعم. تدرون اي مطعم؟ ما لا يقول. ان شاء الله نغير المطعم بالطريق لان ملينا منه. خلينا نشوف وين نروح. تابعوا الحلقه ويعطيكم العافيه. زين يا جماعه، بسالكم سؤال، اي مطعم تبون؟ اي فيش ماركت. بعد وين انت؟ مو اللي فوق. كيف تكفى اختار مطعم بروحه، مو مع البيري بيري. لأنه بالمطعم والله بدينا. طبعا واحنا رايحين المطعم شاهد قالت ايش رايكم غير المطعم، ولا مسك تقول يروحوا اذا تبون انتم. اي لان هي تبي كل واحد يروح يعني المطعم اللي يبي. صح كلامها. ايش رايك مسك؟ والله قالوا لي صورك وايد، فقاعد اصورك. حط خل عد شعري ما دام ما حابين ظهورك على الشاشه. شكرا شكرا. والساحه الفنيه اللي دائما شي تتكلمون يعني. شكرا لكم جميعا. زين قولي شيء يلا. اي شوف المطعم اللي بنروح له مال ربيان، انا تدرين انا كم مره صورت المطعم هذا؟ اي ادري. على ما راح يصور. انتم مشتهين همبرجر، فاحنا همبرجر واحنا ناكل ربيان عادي يعني. انا والله مشتهي مطعم بيتزا باستا والسلطه. عندهم مدام باستات وش اسمه وسلطه بجرجير. وين؟ بنفس المطعم؟ لا تحت. اي هذا اللي قلت لك عنه. خلاص انتم روحوا اللي فيه. انتم روحوا. شنو انتم روحوا؟ نروح مع بعض؟ يعني قصدي اكلوا اللي انتم مشتهينه وبعدين نروح مع بعض سينما. غيرت رايحه، شفتوا شلون اشكره؟ شنو سينما حبيبتي؟ صادق ايش تبي؟ صدق. المهم ما راح اخليهم، انا قاعد على قلب معاهم. فنبيكم معنا. لا هذا مجمع تيرمينال 21، ساير يم محطه اسوك، محطه القطار بي تي اس. هذا مجمع تيرمينال 21. قالوا لي قول لاي مجمع تروح، وين صاير، وشنو هو كذي عشان معلومات يعني. فقاعد لكم معلومات. هذا المجمع، لحظة خليني احط لكم وجهي عشان اتكلم. هذا المجمع صار له تقريبا ما ادري 4 سنين 5 سنين شيء. المهم انه جديد يعني، مو وايد عرب او وايد ناس يجون هني، ما يروح المجمع هذا، ما يدلونه، مع انه قريب صوب شارع العرب. فشو اسمه روحوا تيرمينال 21 اسمه زين وحلو وطيب. داخل الحين خليني اشرح. المجمع عبارة عن شنو، كل طابق دولة يعني. الطابق الأول مثلا فرنسا، الطابق الثاني بريطانيا، الطابق الثالث تركيا. في كل طابق دولة، ديكور الدولة، حاطين سيكيورتي يعني. حتى السيكيورتي اللي يشتغل لابس لبس سيكيورتيهم يعني، كنا مطار قاعدين. تيرمينال هو تيرمينال، واسمه تيرمينال يعني تيرمينال مطار. فلما تون زور المكان هذا. طيب شوفوا هذا المجمع، طبعا هذا دور يابان. شوفوا مثلا ستايل ياباني شيء كذي يعني، ديكور ياباني. حتى حاطين هذا مال المصارعه، مال السومو، المصارعه اليابانيه يعني كذي، ستايل ياباني، ديكور ياباني. خلينا نشوف نصور لكم من فوق هنا. شوفوا دور اللي فوق هذا مال لندن، بوكس لندن، واللي فوق امريكا، واللي تحت هنا تركيا. ما راح اصور لكم كله لان بروح اكل ويعان، وادي راح يذبحوني الاهل. يلا يلا المطعم مطعم. هذا دور بريطانيا، شوفوا حاطين شرطه بريطانيا، هذا عسكري وباص بريطانيا يعني، ديكور حلو ونايس. وهذا اطول سلم بالمول، شوفوا ايش طوله من تحت. لحظه خلنا اصعد فوق واصور لكم. خليكم معاي الاهل هني. هذا سلم، شوفوا من هني
يصعد ليه؟ شوفوا حتى يعني في المطار رايحين لأن اسمه ترمينال على المطار يعني هذا هذا. وهذا شوفوا تمثال تمثال ال لا صحيح دوختكم كم جينا المجمع شكل المعلومات إحنا صح خلينا نستأنس نروح ناكل ونفرح نفرح أي. شوفوا يا جماعة الخير المنظر هذا شو يذكركم أي مطعم؟ والله مليت من المطعم هذا. العمدة مسك طبعا هي اللي عزمتنا راح تدفع. مسك مشكورة على الدفع. أنا عزمتكم بس أخلص علاوة أي. المهم ما راح أصور لكم الأكل أنا صورت لكم يا وايد. شوف الراس هذا شوفوا كذي مسكه. هذا شكر. كسر. هذا يحطونه. طبعا ايش قاعد تشوفون؟ ليش تاكلون يعني؟ اوريهم يعني انا قاعد اوريهم يومي فلازم يشوفون يعني قاعد اكل ربيع كل يوم قاعد اروح اكله فلازم اصور لهم اني قاعد اكله. ولا ايش رايك حسنو؟ حسنو شو بني؟ قول لهم لايك سبسكرايب. طيب يلا خطيبه طبعا خليت علي اليوم يطلب اشوف ذوقه طلب شيء ما حد كلاه لانه مو حلو دائما نطلب اشياء مو حلوه شوف يقول ما حد كلاه ترى اللي فيه بس كله بقسمات هذا بقسمات شنو طابين مو بقسمات شنو الحرج اسمها العجينه اي بقسمات اي شنو العجينه قلت لي داخل ولا اللي برا كان هني الاناناس وماكلين ايوه هذا الصح بعد ما كان شيء زي ما كلينا الصبح بالعافيه علينا يا هذا انت بروحك واكل ايوه بعد هذا غير المواعيد شنو الحمد لله بالعافيه علينا يعطيكم العافيه الربع توني قاعد من النوم طلعت كنت بوريكم فاصل قلت خليني اوريكم آسياتيك مكان سياحي يعني سوق مفتوح برا على النهر وكويس سوق وقعدات حلوة قعدات راقية مطاعم حلوة خليني أوريكم وفي أكبر قرالبة بانكوك ما أدري بتايلاند المهم إن أكبر قرالبة نفس لندن آي اللي بلندن اللي تلف نفس الشارجة شو اسمه مكان الشارجة نسيته وقصبة قناة القصبة بس طبعا اكبر بس مو اكبر من لندن فتعالوا خلينا نشوف طبعا يا جماعة الخير قبل لا اروح شو سويت؟ قاعد ابي بنزين انا كل ما ابي بنزين اقول لكم اني قاعد ابي بنزين عشان تعرفون ان صدق قاعد لا اوكي كلوز ها؟ نسوق السيارة ما ادري احنا كلنا كاشتين المهم اصور لكم انا شلون؟ كلها اصور لا تقول ما قاعد أعبي هذا هو ايش ياتيك هذه القوالب اللي قلت لكم عنها شوف المنظر منظر حلو وعجيب حطوني كابتشر شي حقي وهذا السوق هني محلات طبعا الحين اكثرهم مسكرين في مفتوحين شويه بس انا الوقت متاخر بس شو السيارة هذه حلوة في اشياء حلوة يعني وطبعا هذا مكان يعني حتى مكتوب اي حتى محطوط باللفلت السياحي يعني مكان سياحي سوق سوق ومحلات حق السواح مثل ام بي كي مثل هالمولات بس هذا سوق برا شيء وليلي يفتح الساعة 6 ويسكر 12 وحدة تقريبا بس هذا هو آسيتيك وهني النهر ما ادري البحيرة ما ادري ايش يسمونه عاد والله اعذروني عاد انتم هني المطاعم اللي قلت لكم عنها دائما نقعد بهالمطاعم احنا اللي قدام ما له حل هذول الخوارق اللي قاعدين هنا ما اعرف الناس قاعدين
طبعا كنا نقعد هالمطعم هذا مع الاهل لان عندهم بيتزا حلوه وخفيفه ايطاليه، بس جينا غيرنا دائما نقعد هني هالمطعم هذا هابي فيش، خوش مطعم وفي فرقه لايف داخل واكلهم حلو وطلع المنظر هني. طبعا ظلمه ما يبين شيء اوريكم يعني، بس المهم انه قاعده حلوه. طبعا رديت البيت وصادفت علي طالب بيتزا جاي وفلافل، فبكت من البيتزا راح اكلها. المهم اتمنى انكم استمتعتوا باليوم، اذا استمتعتوا لا تنسون لايك سبسكرايب وتنشرون الحلقه. لحظه ظلمه ما بين نطولني فيها شوي، بس شوي هذا على ما ادري ايش داخل. زين لا تنسون تنشرون الرابط وتشجعوني، كذا ما تشجعوني كذا ما اسوي لكم حلقات وفيديوهات احلى واكثر ان شاء الله. ومشكورين يعطيكم العافيه، من زمان قايل لكم يعطيكم العافيه لان وايد تقولون لا تقول يعطيكم العافيه، وايد كل فيديوهاتك تقول يعطيكم العافيه. صح يعطيكم العافيه، انا متابعه بالعكس يعني، اقول لكم كذي ما تبون اسب ما تبون اقول شيء خايس ما تبون، بالعكس بالعافيه شيء بالعافيه شنو حبيبي اسكت، يعطيكم العافيه شيء حلو. فيعطيكم العافيه كلكم على راسي، جمهوري احبائي اعزائي، حتى ما تحبوني قاعد تشوفوني بس مشكورين، يعطيكم العافيه. نشوفكم حلقه باكر ان شاء الله، سلام لك. يعطيكم العافيه على متابعه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وتضيفوني بحسابي على الانستغرام. يعطيكم العافيه.